السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله، اتفضل. شكرا جزاك الله خير. مولانا، هو كان في سؤال، آسف بس أنا، هو كان في شاب كان صغير السن، تمام؟ ايوه، فللأسف يعني هو لسه صغير، يعني كان لسه عنده 17 سنة 18 سنة، فعل فعلا محرما مع فتاة، فلما كبر تاب الله عز وجل عليه. فدلوقتي البنت دي جاي لها حد يتقدم لها، هو دلوقتي هو طبعا مش هينفع، مش عارف يتقدم لها ولا يروح للشخص دي ده، او هو يعمل ده، يعني هو يشعر بالذنب ولا يدري ماذا يفعل. يستر على نفسه. طب والبنت اللي هو كده يعمل ده، يعني هي البنت يعرفها، يعرف الشخص اللي رايح له، فهو كده مش عارف يعمل ده، لا، ما والبنت تكلمش خالص، يبتعد تماما، يبتعد تماما عن هذه البنت، لا يتكلم في شأنها أبدا، لا يتكلم في شأنها، ماليش دخل بها خالص. يعني هو ملوش دخل كده في الموضوع، يعني هو يسكت وملوش دعوة، ويطلب من الله عز وجل أن يغفر له ذنبه. نعم، شكرا يا مولانا، جزاك الله خير، وياك، أسألك الدعاء. والله يوفقك.